السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. لا تنسوا الاشتراك على قناتكم مفتاح الحياة وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بالفيديوهات الجديدة. لايك للفيديو وشير لمشاركته مع غيركم. إذا فيديو اليوم سنعمل وصفة للتخلص من التجاعيد ومن الخطوط الرفيعة التي تصيب البشرة. فكما تعرفون جميع النساء يصابن بالخوف ما إن يرينا أحد التجاعيد على البشرة، فالتجاعيد دائما مرتبطة بالتقدم في السن، لكن هذا ليس بالأمر الصحيح. فقد نلاحظ أن حتى صغيرات السن قد يصابن بالتجاعيد، وذلك نتيجة العديد من العادات الخاطئة التي تسرع بظهور التجاعيد، منها عدم الحصول على قسط كافي من الراحة والنوم، يعني الساعات الكافية خصوصا ليلا، أيضا تناول الوجبات السريعة، تناول المقليات، الزيوت المصنعة وغيرها من العادات الخاطئة التي تسرع بظهور التجاعيد. طبعا لا يكفي فقط الاهتمام بما نضع على بشرتنا، ولكن يجب الاهتمام ايضا بما هو داخلي حتى نحصل على بشرة رائعة بدون تجاعيد. في هذا الفيديو اقترح عليكم ماسك رائع جدا، هو مضاد للأكسدة، يعمل على تغذية البشرة وعلى تحفيز الكولاجين للتخلص من التجاعيد سريعا. سنحتاج في وصفتنا هذه للقهوة، تتمتع القهوة بالعديد من الخصائص خصوصا أنها تحتوي على العديد من مضادات الأكسدة والتي تمنع التجاعيد، كما أنها تحفز الدورة الدموية في البشرة وبالتالي تمنع هذا المشكل. علاوة على ذلك فهي تحتوي على العديد من الفيتامينات الجيدة للبشرة. سنحتاج في وصفتنا أيضا لماء الورد الطبيعي، هو الآخر يحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تغذي البشرة وتلطفها. سنحتاج أيضا في وصفتنا هذه للعسل الطبيعي، يحتوي على الفيتامينات والمغذيات الرائعة للبشرة، منها فيتامين سي الذي يحفز إنتاج الكولاجين، وأيضا فيتامين أ وفيتامين بي وغيرها من المعادن اللازمة للحصول على بشرة نقية صافية بدون تجاعيد. إذن هذه هي المكونات، لنمر الآن لعمل الوصفة وإلى طريقة استعمالها. إذن سنحتاج في وصفتنا هذه لكميات متساوية من هذه العناصر. لدي هنا مقدار ملعقة كبيرة من العسل، سأضيف إليها مقدار ملعقة كبيرة من ماء الورد، وطبعا سنضيف نفس الكمية من القهوة، سأضيف مقدار ملعقة كبيرة من القهوة للعنصرين الأولين ونخلط بهذا الشكل حتى نحصل على قناع متجانس. إذا بعد خلط المكونات والحصول على خليط متجانس، تقومون بتطبيق هذا القناع على بشرة تكون نظيفة طبعا، وتتركونه على البشرة لمدة 20 دقيقة كاملة، وبعد ذلك تقومون بتنظيف البشرة بالماء الفاتر وبعدها الماء البارد، طبعا لإنعاش البشرة وطبعا لتسكير المسام وسدها. تستمرون على عمل هذه الوصفة يوميا لمدة 20 يوم كاملة حتى تحصلوا على أفضل النتائج. في ظرف هذه المدة ستلاحظون الفرق بأنفسكم، ستلاحظون أن بشرتكم صارت فاتحة أولا، وأن التجاعيد قد بدأت تختفي شيئا فشيئا. طبعا لمن كانت تعاني من تجاعيد خفيفة فالأمر لن يتطلب الكثير من الوقت، على عكس من كانت تجاعيدها غائرة فالأمر يتطلب القليل من الوقت، لكن في ظرف 20 يوما ستلاحظون الفرق بأنفسكم، النتائج رائعة. البشرة ستصير رطبة جدا لأننا وضعنا العسل وهو من المرطبات الطبيعية، وحتى نتخلص طبعا من التجاعيد علينا بترطيب البشرة، شرب كميات كافية من الماء، ترطيب البشرة خارجيا باستعمال المرطبات المناسبة لبشرة أي سيدة،
وطبعا يجب الحصول على تغذية متوازنة غنية بالخضر والفواكه لأنها تمدنا بالفيتامينات وبمضادات الأكسدة التي تساعدنا على بقاء بشرتنا شابة. أيضا يجب الابتعاد عن المقليات، عن المواد المصنعة، عن المشروبات الغازية أيضا، وخصوصا يعني تلك الأغذية المقلية في الزيت هي التي تسبب وتعجل بظهور التجاعيد حتى لو كنا يعني في سن صغيرة. إذا أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه الوصفة للتخلص من التجاعيد. لا تنسوا لايك للفيديو وشير لمشاركته مع غيركم حتى يستفيدوهم أيضا، وإن كان لديكم أي استفسار أو تريدون المزيد من الشروحات لا تترددوا في ترك تعليق، وزوروا صفحتنا وموقعنا مفتاح الحياة، انضموا أيضا للجروب على الفيسبوك وتابعوني على الانستغرام. شكرا على انضمامكم لقناة مفتاح الحياة وعلى تعليقاتكم، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.